وبعد الفاصل أيضا عيون الأكاديمية ترصد نجوم الغد في مدن المملكة وقراها. عملية التنقيب لازالت مستمرة من أجل تعزيز الأكاديمية بأسماء جديدة لتشكل الخلف لخير سلف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني والذي نبدأه بملف الأسبوع، حيث سنتحدث عن واقع اللاعب المحلي في المنتخبات الوطنية خاصة بعد تأبخر الآمال المونديالية. تعالت الأصوات التي تنادي بإقصاء اللاعب المحلي لأنه كما يقولون السبب الرئيسي في تبخر آمال التأهل لمونديال البرازيل. أسهم الانتقاد التي وجهت للاعب المحلي جاءت بناء على أداء بعض العناصر في لقاء دار السلام، ولكن بالعودة للماضي القريب نجد أن لاعب البطولة الوطنية لعب دور الكومبارس في المنتخبات الوطنية، فهل البطولة مؤهلة بالفعل لإنجاب نجوم يقدمون الإضافة أم أن مستوى اللاعب المحلي بعيد كل البعد عن المحترف المغربي؟ وإذا كان الأمر كذلك لماذا وضع الطوسي رفاق أبو رزوق في الامتحان التنزاني؟ مزيد من التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. أنتم سبب المشكلة، أنتم من صنعتم المهزلة، أنتم من أعدتم الكرة المغربية سنوات إلى الوراء وجعلتموها مطية للصغار قبل الكبار. أنتم ببساطة من قضيتم على الأحلام، أحلام التأهل للمونديال. أنت أيها اللاعب المحلي لا تستحق حمل القميص الوطني، فأنت مرادف للفشل، والامتحان التنزاني خير دليل. لست أنا من يقول هذه التفاهات، ولكن هناك من يوجه هذه الاتهامات بذريعة الإخفاق في ملحمة دار السلام. في الجهة المقابلة يجيب اللاعب المحلي: هل أنا من وقعت في الفخ الجامبي والإيفواري؟ ألست أنا من أهداكم اللقب العربي مع جيرتس الهلالي العالمي؟ ألست أنا من رضيت بمقاعد البدلاء لسنوات أملا في مكان رسمي؟ ألست أنا من أهديت المغرب أول وآخر لقب قاري؟ ألست أنا من أهلت بلدي لمونديال المكسيك وأمريكا وفرنسا؟ ألست أنا من أهديت وطني ألقابا قارية رفقة الرجاء والوداد والجيش والفتح والمغرب الفاسي؟ ألا أنتمي أنا لجيل مغربي ذهبي؟ نضع الصورة تحت المجهر لنقرأ كل الأبعاد. وفي البعد الثالث بطولة احترافية، نعم، لاعب محلي مجتهد، نعم، ولكن كيف بدأ مسيرته الكروية؟ أين تلقى تكوينه الرياضي وبأي أسلوب وفي أي وضعية يعيش في وقت تحولت فيه كرة القدم لمهنة؟ هل تحسن الأندية التعامل مع المواهب الوطنية التي تأتي من الشواطئ وملاعب الأحياء المغربية؟ هل يحمل المكون أنماط تكتيكية تتناسب مع الكرة العالمية التي أصبحت علما مستقلا أو تكاد ليلقنها لجيل الغد ومن كل الفئات العمرية؟ بل أكثر من ذلك، أين هي البنى التحتية التي ستساعد في صقل المواهب المحلية؟ نخرج الصورة من تحت المجهر لنقرأ الواقع عن بعد. بطولة احترافية، نعم، ولكن في المضمون هواية تأبى الرحيل. فرق وطنية لم تكمل الموسم بعد وغيرت أجهزتها الفنية مرارا وتكرارا، فكيف للاعب المحلي أن ينضبط مع فلسفة تقنية تختلف من مدرب لآخر؟ كيف لهذا الأخير أن يدك الشباك وهو يلتزم بخطط دفاعية تفضلها الأطر الوطنية تجنبا للهزائم التي قد تدخلهم عالم البطالة بعد أي خسارة؟ كيف للمحلي أن يصبح أوروبي في لعبه وهو لا يتلقى تغذية صحية؟ كيف له أن يبدع ويمتع وعقله مع التزامات مادية لا يعرف من أين سيؤديها، فوضعيته المالية مفلسة أو تكاد؟ كيف لهذا الأخير أن ينجح في أول امتحان بعد أن أبعد لسنوات عن الأسود بحجة غياب الجاهزية وفقدانه للتنافسية أو ضعف اللياقة البدنية؟ ماذا لو كان للمباركي وبرزوق وشاكر والبحري 10 لقاءات دولية مع النخبة الوطنية؟ هل سيختلف المردود في الأراضي التنزانية وإن اختلف البعض مع خيارات الطوس البشرية؟ أسئلة كثيرة تطرح اليوم، والنتيجة أن اللاعب الوطني ضحية، ضحية بيئة كروية لا أساس لها ولا قاعدة، وإن كان لأبناء البطولة جزء لا يستهان به من المسؤولية، فهم لم يغيروا العقلية أو يجتهدوا من أجل تلك المكانة الرسمية،
والدليل أن البطولة المحلية لم تعد تصدر أسماء لامعة صوب الضفة الأخرى، حتى الهداف حمد الله رحل لبطولة النرويجية هي الأضعف في القارة الأوروبية. أما من لمع فيما مضى فاختار ضفة خليجية بحثا عن أموال البترودولار دون أي استفادة تقنية أو فنية. أمام هذا الواقع المرير سيطرح اللاعب المحلي في المستقبل القريب جدلية وإشكالية لأي ناخب وطني محليا كان أم من دولة أجنبية، فهو اليوم كبش فداء لمسرحية تتكرر من يوم لآخر في منتخباتنا الوطنية. فرصة لمنتخب تنزانيا والهدف الثاني، الهدف الثاني منتخب تنزانيا، وصمت مبوانا صمت يسجل الهدف الثاني من خطأ المدافعين ديال المنتخب الوطني. يعني كان المنتخب الوطني يبحث عن هدف التعادل فإذا به يتلقى الهدف الثاني. نبدأ من حيث انتهى التقرير، هل بالفعل اللاعب الوطني كبش فداء في مسرحية تافهة في المنتخبات الوطنية؟ يعني لإرضاء الرأي العام ربما، للقول بأننا لا نعتمد على المحترفين بنسبة 100%، في المنتخب الأولمبي نأتي بعنصرين أو ثلاثة متألقين لامعين، في المنتخب الأول نأتي بأيضا لاعبين أو ثلاثة، أو حتى في حراسة المرمى كنادر المياغري وآخرون، حين لا نجد البديل كمحترف في القارة العجوز فنأتي بواحد من البطولة الوطنية لأننا لا نملك البديل على غرار إدريس بن زكري أو حتى نادر المياغري مؤخرا في العشرية الأخيرة، ثم نقول ها نحن نشرك اللاعب المحلي وله دوره داخل المنتخب الوطني، ولكن هذه المسرحية ربما كشفت يوم تم إشراك 16 لاعبا والمنادات عليهم من طرف رشيد الطوسي لكي يكونوا ربما كبش فداء لإخفاق مونديالي مدوي نوعا ما. طبيعة الحال فاللاعب المحلي هو دائما كبش فداء سواء في الانتصارات أو في الهزامات. تنظن أنه أزمة الكرة المغربية ماشي أزمة لاعب محلي أو لاعب محترف، ماشي مشكل ديال الكرة المغربية هو رشيد الطوسي أو إيريك غيريتس أو أونري ميشيل، فأزمة كرة القدم هي منظومة، وهذه الكلمة سمعتها بزاف ديال المرات وما عطاونيش تفسير ديالها. تنقولوا أزمة منظومة، أشنو الأزمة في هذه المنظومة؟ أشنو هو المشكل ديال الكرة المغربية؟ مشكل الكرة المغربية هو الاهتمام كله منصب للفريق الأول، لا في النوادي ولا في الأندية، والتي يجب لله أنه هذا الفريق الأول اللي تصرف عليه موارد مادية مهمة جدا أنه في ظرف سنتين غادي يصغر العمر ديالو غيولي أولمبي، ومن بعد سنتين أخرى غيصغر ويولي جونيور، ومن بعد سنتين أخرى يصغر ويولي كادو غيمشي ليكول. البناء من الهرم وليس العكس. حنا السياسة الرياضية ماشي الكروية، الرياضية في المغرب معكوسة جدا، لأنه من المفروض أن دفتر التحملات لما يوضع أنه يتوضع الأقل من 13 سنة، هما اللي يطبق عليهم دفتر التحملات، هادو هما القاعدة، الناس اللي خصهم لي مينيبوس، هادو هما الناس اللي خصهم سينتيتيك، هادو هما الناس اللي خصهم الإنارة، هادو هما الناس اللي خصهم توضع دوري قوي جدا تحت لواء العصاب، باش من بعد سنتين هاد لي يو 13 غيوليو يو 15، نعم. وهما غتكون بهم منتخب ديال لي يو 15 قوي، لأنه تنشوف أنه مثلا عبد الله الإدريسي ما عندوش قاعده كبيره فين يمكن يختار لاعبين. احنا شفنا بيم فيربيك جاب له لاعبين من برا المغرب، فحتى بالنسبه للفتيان غنقولوا لاعب محلي ولاعب محترف، شكون اللي مزيان وشكون اللي خصو يبقى وشكون اللي خصو يمشي، غنبقاو دائما عايشين في هذا المسلسل هذا. تنظن ان المشروع واضح جدا نوفل نقطه بنقطه. الان اللاعب المحلي وضع في ورطه، تتفق معي؟ يعني ب مغادرة إيريك غيريتس، مجيء رشيد الطوسي، التغييرات الجذرية التي أحدثها الناخب الوطني على المنتخب المغربي بالاستغناء عن عدد كبير من العناصر سنعود لها تباعا، وتعويضهم بعناصر من البطولة الوطنية، سداسي من الجيش الملكي، ثنائي أو ثلاثي من الرجاء، الوداد، المغرب التطوان إلى غير ذلك، المغرب الفاسي، وضع اللاعبين في مباراة مصيرية وهامة جعل أسهم الانتقاد الآن تطال لاعب البطولة ويقول أفين كوال اللي كنتوا كتنادوا بلاعب البطولة الوطني وأنتم هالنتيجة، هزيمة بثلاثية مدوية، الآن لابد من عودة المحترف، هذا هو الإطار الوطني ومستواه الحقيقي. أصبحت لدينا أزمة ثقة في كل ما هو محلي. لماذا وصلنا لهذه المرحلة؟ هنا التساؤلات تطرح. هذا اللاعب المحلي الذي منح الفرصة الذهبية ربما أو الملغومة إن صح التعبير أمام تنزانيا، هل يستحق أن يحمل القميص الوطني أم لا بكل تجرد وصراحة؟ أمين إذا وضعناه بمقارنة بما نملك من محترفين في القارة العجوز حاليا أو حتى في الدوريات الخليجية.
كمستوى فني انت مدرب امس القريب غادي نسولك نفس السؤال غادي نقول لك واش بالهندا يستحق يحمل القميص الوطني غتقول لي لا نقول لك واش هرماشي يستحق يحمل القميص الوطني غتقول لي لا دونك واش ناخذ محترف ولا ناخذ لاعب اللي في البطوله فبطبيعه الحال كاينين اللاعبين اللي ما يستحقوش يكونوا في المنتخب كانوا في هذه المباراه ديال تنزانيا هنا سنعود لخيارات رشيد الطبس انما هذا ماشي هو المشكل ديال الكره المغربيه راه مشينا في واحد الطريق اللي خاطئ جدا وبدينا تنقارنوا هذا اللاعب مع هذا اللاعب مع العلم انه احنا ما محتاجينش للمقارنه احنا محتاجين للتكوين احنا محتاجين للتكوين ما عندناش الافضل راه شوف كانوا تيجيو دي جينيراسيون تجي واحد الحقبه كاين مجموعه ديال اللاعبين اللي موهوبين تيمشيو تيحققوا نتائج ايجابيه تيوصلوا لكاس افريقيا تيوصلوا لكاس العالم ولكن من بعدهم شنو كنعيشوا؟ كنعيشوا الازمات فرق. ماشي اول ازمه ولكن الا بغينا الاستمراريه وبغينا البناء كاين مشروع انك يمكن تطبقوا ولكن خصو وقت لانه خلوا الفرق الاولى ماشيه كيف ما هي والجامعه او الوزاره ما عرفتش شكون فيهم اللي يمكن يمول المشروع اللي بدا من لي يو 13 لانه جميع دول العالم اتجهوا لهذا الاتجاه الا حنا راه ما غاديش ننجحوا غنبقاو دائما نعيشوا الازمات دائما نعيشوا المشاكل راه ماشي ازمه ديال ناخب وطني واخا يتغير ناخب وطني غيجي واحد اخر غيقول لنا بحال اونري ميشيل الكره ديالكم خصها بزاف خصكم تكوين خصكم غيجي واحد بحال كاريس يقول نفس الشكل الا انه مدرب مغربي ما تيخرجش يقول هاد التصريحات هادو فما غايخرج الطوسي يقول لك راه ما كاينش تكوين راه ما كاينش راه ما كاينش ولكن راه هذا هو مشكلنا خصنا نصلحوه ولكن المغرب لديه يعني مميزات دول المغرب العربي بوجود عدد كبير من المحترفين في القارة العجوز ولديه سعة في رقعة الاختيار وهؤلاء المحليين هم من ظفروا بالكأس العربية في الديار السعودية مع سئر الجارات مؤخرا يعني هناك تفاوت في المستوى إذا قارناه بالمنتخبات العربية والخليجية حتى اللاعب المحلي لديه إمكانيات ويخرج ويحترف في الدوريات الخليجية على غرار متولي العلودي واخرون وبشروان وعدد كبير من الاسماء التي خرجت للدوريات السعوديه والقطريه والاماراتيه وقدمت مستوى جيد وتركت بصمات مشهود لها فيها. الان لماذا اللاعب المحلي يتعرض لكل هذه الانتقادات حاليا وكانه هو من شكل كبوه المنتخب الوطني وحينما منحناه الثقه لم يستحق تلك الثقه. تحدثني عن الامكانيات التقنيه للاعب المحلي، انا تحدثت بانه لا ذنب مثلا للاعبي مثل النادي المكناسي يمشي يغيروا لي مثلا خمس اجهزه فنيه في غضون بطوله وطنيه واحده لم تكتمل، وكذلك ينطبق الامر على النادي القنيطري، ينطبق الامر على عدد كبير من الانديه، هنا اتحدث عن الهوايه، اقول بطوله انحرافيه اقصد ماذا اقول، يعني ما هي البنى التحتيه التي توفر عليها الانديه الوطنيه؟ شاهدنا الخميسات ما عندهمش مصاريف مازوت الكار في بطوله احترافيه في دوري درجه اولى، اليس كذلك؟ هنا لم تكتمل عندنا صيغه البطوله الاحترافيه بعد، وبالتالي هذا اللاعب في بعض مش العناصر الخمسه اللي قلت قبل قليل، في عدد من العناصر الاخرى لم تكتمل لديه. بما فيها البنى التحتية بما فيها العقلية بما فيها الموارد المالية لعب ماذا يتقاضى شهريا وكتعطي 10,000 درهم يلعب لك ب 10,000 درهم تعطي 5,000 درهم يلعب لك مستوى 5,000 درهم أليس كذلك لأن كرة القدم أصبحت مهنة أشنا هي البنى التحتية اللي عند تنزانيا أشنا هي الموارد المادية اللي عند تنزانيا شوف هذه استثناء هل ستجد تنزانيا كالكوت ديفوار في المستقبل لا إنما الكرة المغربية ماشي مشكل لاعب محلي ولاعب محترف انا ضد هذه الفكره هذه وضد هذا النقاش انا هو اللي غادي يقسموا لي اللاعب المحلي فعلا اذا جيت نهضر غير على هذه المباراه هذه لاعب محلي ما عطاش ما كان منتظر منه لانه اذا جينا نهضروا نقسموا غير هذه المباراه حتى الاختيارات ديال الناخب الوطني ما كانتش مضبوطه ما كانتش محلية. تناقش فعلا تناقش وهذا هو السبب اللي خلى انه تكون هذه الهزيمه بهذه النتيجه هذه انما ولو فازوا ولو فاز هذا المنتخب المحلي لا يمكن الاستمرار بهذا النهج في المسابقات المقبله والتصفيات ولكن لا نحن لا نروج ان اللاعب المحلي لابد ان يكون هو اللاعب الذي لديه الاغلبيه في لا نتحدث عن كوطا من هنا او من هنا لا بالعكس نحن نقول المحترف المغربي هو كنز للبطوله للمنتخبات المغربيه ولكن نقول في المقابل لماذا مثلا الان اخفق المنتخب المغربي بمحترفيه اسمح لي كانت المعادله 80 الى 20% محليين 20% وماذا صنعنا؟ وريني لم يكن جاهزين من 2004 لم نصنع الشيء الكثير نفس الشيء كان مشكل في الاختيار اختير لاعبون اللي كانت تنقصهم تنافسيه فتنظن انه لما تتكمل تتكتمل جهه
فجهة أخرى لا تكتمل، لأنه لاعبين محترفين أوكي تلعبوا في أكبر الأندية، لاعبين ممتازين يمكن يمثلونا ويحققوا نتائج إيجابية، ولكن الوقت اللي اختاريناهم من الكأس الإفريقية ما كانوش واجدين، ما كانوش يلعبوا في الأندية ديالهم، كانت إصابات، كانت استبعادات، وجاو لاعبين اللي ما لعبوا حتى مباراة ووجدناهم في الكأس الإفريقية النوادي ديالهم. دونك هنا كان المشكل ديال الاختيار، إلا نهضر معاك على إيريك جريت اللي اختار المحترفين كان مشكل اختيار، إلا غنهضر معاك مع رشيد طوسي اللي اختار المحليين كاين مشكل تكوين وكذلك اختيارات. نعم، الآن بالنسبة للاعب المغربي، طيب ماذا ينقص اللاعب المغربي لكي يكون يعني في مستوى لن نقول يعني مونديالي أو عالمي، ولكن أن يكون على الأقل مستوى جيران البرتغاليين مثلا والدوريات الفرنسيين إلى غير ذلك، أو حتى مستوى الأفارقة كالسنغاليين وحتى الإيفواريين والمصريين، لما لا بتحقيق نتائج إيجابية بالتألق قاريا ودوليا؟ هل اللاعب المحلي الآن يعاني ربما من قلة في التكوين الاحترافي بالمراحل العمرية كما تفضلت وذكرت منذ البداية، يعني من 13 عاما مرحلة الفتيان مرورا بالفئات العمرية الأخرى؟ هل اللاعب المحلي يعاني من مشكلة عقلية؟ هل اللاعب المحلي ربما تغيب عنه الإمكانيات المادية وبالتالي لا تجعله أو تساعده على التألق، وإذا ظهر وبرز في موسم ما ينتقل لدوريات ضعيفة بحثا عن المال لا أكثر ولا أقل لتكوين رصيد مادي يعينه على المستقبل؟ تكلمتي على العقليه ديال اللاعب المغربي، فاللاعب المغربي لما غادي تكون من الصغر ديالو فالعقليه داخله فيما هو ذهني، انا يكون تهيئ ذهني لهذا اللاعب وبالتالي فالعقليه غادي تكون ايجابيه. هاد الدول هذه اللي تكلمت على الجيران ديالنا كالبرتغال تقوموا بتكوين اللي هو علمي ودقيق جدا، لانه مثلا نعطيك اقل من 13 سنه ملي غادي دير لهم دوري في المغرب، ملي هاد الانديه هذه غتعطيها لي مينيبوس، عاود ما تعطي كيران الفريق الاول عنده كار ديالو، لي مينيبوس الفرق الصغرى ودير لهم ملاعب اصطناعيه ودير لهم اناره وتحاول تلقى لهم حل مع وزاره التربيه الوطنيه انه يكون التعليم يساهم كذلك في تطوير الرياضه. نعم. ويعطيهم وقت فين يمكن لهم يلعبوا هاد الرياضه ديالهم المفضله، فغتكونهم على ظرف سنتين من بعد غيوليو يو 15. ها انت ربحتي منتخب الفتيان، هذا المنتخب الفتيان من بعد اقل من 17 سنه غتكون ربحتيه على بعد ثلاث سنوات ديال العمل، دونك احنا استثمرنا في المنتخبات، هذا المنتخب ديال اقل من 17 سنه في ظرف سنتين غيولي منتخب اقل من 19 سنه، دونك احنا ربحنا لي كادي اي لي جونيور في ظرف خمس سنوات، من بعد سنتين غتربح منتخب اولمبي، من بعد سنتين انت ربحتي فريق اول وربحتي بطوله احترافيه وربحتي اقتصاد كروي، فيمكن تصدر لاعبين لاكبر البطولات الاوروبيه ويمكن تصدر لاعبين للخليج، لانه ذكرتي لي ابو شروان فيمكن اربع او ثلاث سنوات ما بقيناش شفنا بحال ابو شروان في الخليج. صحيح. واش لاعبين تيقدروا يمشيو؟ هذه مشكله، دير دوري قوي. نعم. ومنتخبات قويه، لانه تنشوفوا دابا المنتخبات الصغرى فين هي؟ فعبد الله الادريسي عنده مشكل باش يختار لاعبين، حسن بالعبيشه عنده مشكل باش يختار لاعبين. اين نحن من كاس افريقيا للشباب التي انتهت بفوز المنتخب المصري بما تعاني من مصر من نكبات الى غير ذلك؟ المنتخب المصري موجود، غانا موجوده، مالي موجود، مالي الان اوضاع سياسيه مترديه ولا امن وحرب تخاض في جنوب مالي، ولكن مع ذلك المنتخب متالق افريقيا في النصف النهائي ومتالق ايضا على مستوى الشباب، يعني ماذا فعلت مالي؟ ماذا قدمت من امكانيات ماديه وبنى تحتيه؟ نعطيك ماذا فعلت. تفضل. فاحنا لما تنكونوا مركز التكوين، مركز التكوين عندنا هو مركز ايواء، هو بنايه، فمركز التكوين هو لو سيستيم، هو طريقه العمل، ففي مالي كاينه طريقه عمل ديال مركز التكوين، ما كايناش بنايه، فهو تيلعب في التراب، ولكن تيتكون التكوين ديال مركز التكوين، فهذا اللي ما عندناش حنايا، انما تنظن حاليا